السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، ونبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى وهي فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. العراق منشغل منذ أيام باقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان لمرتين خلال أقل من أسبوع. المدونون المراقبون أبدوا استغرابهم من تعامل القوات الحكومية وفسحها المجال لدخول أنصار مقتدى الصدر للخضراء في وقت كانت تقتل وتعتقل وتنتهك القانون ضد ثوار تشرين والمظاهرات التي حدثت في عام 2019، نكلت بهم لمجرد أنهم فكروا العبور من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء مرورا بجسر الجمهورية. دعونا الآن نتابع من جسر الجمهورية متظاهر تشريني وثق بكاميرا هاتفه التساهل الذي أبدته القوات الحكومية مع أنصار التيار الصدري، وذكر بمجازر هذه القوات ضد تشرين وثوارها، لنستمع لحديثه. الله يساعد قلوبكم يا تشرينيين. شوف 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 شوفوا هذول، شوفوا هاي الرتب الخايسة، يوم من الأيام كتلتنا رمت صلي علينا. هاي 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 هذول الجنود، هاي القوات الأمنية فقرة يتعدون على المتظاهرين جايبين شوفالات. عش بيكم التشرين، بيكم التشرين انشلتوا، بيكم كم راسش كبرى. هذا واحد، هاي الرتبة، هاي الرتبة، هاي لو هاي لو هاي الرتبة لو كانت تشرين كانت شفت على العالم. كان قام يصيح، قام يضرب، كان دز دولة باهم دولة الجنود اللي وقيه الورا، كان يقولوا له سيدي شوفني حتى يروح يضربون المتظاهرين. باعوا النفاق، ما 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 القوات الأمنية. يبرر الصدر وأتباعه بأن هذه المظاهرات مظاهرات مشروعة سلمية تطالب بحق مشروع. طيب، وهكذا تعاملت القوات الأمنية معهم، سهلت لهم المرور، فتحت لهم الطريق، أمنتهم، حمتهم، وهذه هي الدعوات التي تأتي من رئيس الوزراء ومن المتحدث باسمه وكذلك من الحكومة بشكل عام، توصي هذه القوات بعدم التعرض للمتظاهرين. لكن دعونا نتابع مشهدا آخر في محافظة عراقية أخرى يبين طبيعة تعامل القوات الأمنية مع متظاهرين. في استمرار المشهد المثير للجدل في المنطقة الخضراء، خصوصا بعد بيان الصدر الأخير الذي دعا فيه لتغيير الدستور والدعوة لانتخابات جديدة وكأنه لم يكن شريكا في كتابة الدستور وتشكيل الحكومات المتعاقبة، يستمر على صعيد آخر قمع حكومي للمتظاهرين السلميين الخريجين في ازدواجية واضحة في التعامل مع التظاهرات المشروعة وتلك التي تندرج ضمن إطار الصراع على المناصب. لنشاهد هذا المقطع مشاهدينا الكرام، وهي لقطات مصورة تبين القمع الحكومي لمتظاهرين مطالبين بالتعيين بالقوة المفرطة في قضاء الكحلاء بعد أن حاصر المتظاهرون مقر شركة بتروجينا النفطية في محافظة ميسان قبل أن تفرقهم القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي عليهم. لنشاهد. مشاهدينا الكرام، لدينا مشهد آخر نود أن نعرضه لحضراتكم. الأحداث المتسارعة في المنطقة الخضراء وتغطية الإعلام لها منذ أيام غيب مشاهد القمع الحكومية المعتادة لكل من يرفع صوته للمطالبة بالعيش الكريم وتوفير فرص العمل. من بين المشاهد التي غيبها الإعلام مشهد قمع المتظاهرين من الخريجين التربويين في محافظة المثنى والتعامل الحكومي القاسي معهم. لنشاهد.
هل يتجرأ هذا الضابط ومن معه بأن يعتدوا على أنصار مقتدى الصدر أو أنصار عمار الحكيم أو أنصار إن وجدوا هادي العامري ونور المالكي؟ هل يتجرؤون أن يرفعوا هراواتهم ويعتدوا على من يتظاهر بشكل سلمي فعلا ويطالب بحق المشروع؟ دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع، موضوع طبعا الاعتداءات في موقع فيسبوك. أم ملك تقول: ندين ونستنكر الاعتداء على الخريجين التربويين المثقفين والخزي والعار للمعتدي. لدينا تعليق من علاء يقول: ليش تعتدي عليه؟ لأن يطالب بحقه، لأن يطالب بكرامته، لأن يطالب براتب وظيفي وحق دستوري. لو أسد علي وفي الحروب نعامة؟ هكذا هو السؤال. سلمان يقول: مع الأسف الشديد، لأن أغلب الضباط دمج وتابعين إلى الأحزاب. وكرار يقول: خريج وطالع يطالب بحقه، درس وتعب وهاي النتيجة. المفروض يسدون وزارة التعليم، لأن الطالب على شنو يدرس ويتعب وهاي النتيجة ضرب واعتداء. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام، ويانا السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله. أستاذ محمد، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور قناة الرافدين. مساء محمد، يعني هذا شيء معروف انه شلون واضح للعالم انه شلون تعاملت القوات التابعه للاحزاب، وهي مو قوات امن عراقيه، ان هي مو تابعه لوزاره عراقيه اساسا، تابعه للاحزاب، لان الاحزاب اساسا تتقاسم السلطه وتتقاسم الحكومه في العراق. اللي شفناه طبعا هذا التواطؤ، هو كله تواطؤ سياسي، حتى مصطفى الكاظم يبقى في الحكومه وتستمر ويروحون يعني الانتخابات مبكرة، طبعا هذه إذا سمحت الأمم المتحدة بانتخابات مبكرة حتى يطول عمرها. لكن اللي نقول أنه نشوف أنه الكل يتكلم باسم الشعب، التيار الصدري يتكلم باسم الشعب. طبعا أنت وين كنت في 2019؟ من إجوا راضي ينصبون الخيم، التيار الصدري طردوهم التشرينيين، بعدين راحوا صعدوا على سطوح المباني وكانوا يكتلون بالتشرينيين. بعد وين كنت أنت عن الشعب؟ كذلك أنت الإطار المتنادي باسم الشعب مباشرة تظاهروا لا يصير انقلاب بالحكم. انتم وين كنتوا لما الشعب طالب بتعديل الحكومه وتعديل سلوكها؟ يجيني يقول انا اريد انطوا فرصه خلينا نشوف العراق، مو حق التجارب كل اربع سنين تجرب بيه انت. يعني جربنا حزب الدعوه، حزب الدعوه يعني اخذ العراق للهاويه، كذلك التيار الصدري، التيار الصدري شنو ما كان يشارك بحكومات حزب الدعوه؟ من اللي اسس الميليشيات؟ الفصائل هذه الموجوده، قيس الخزعلي وشيل ايدك، من اللي اسسها؟ مو كلهم طلعوا من عباية مقتدى الصدر؟ الفساد الموجود بما تسمى بالأحزاب السنية، مو وياكم متحالفين من 2003 لحد الآن؟ الأكراد نفس الشيء، متقاسمين السلطة وياكم. هم مع تغيير النظام وتغيير الحكم، هذا ما يصير، لأن أساسا تغيير النظام في البلد، تعديل الدستور، هذا كله يعني إنهاء وجودهم، وهذا مستحيل هم يمشوا لها. بعد هذول المتعينين تضربونهم بالهروات وتضربونهم وتسجنون بيهم، بعد هذول مو شعب؟ يعني هي هذه الازدواجيه اللي اليوم نتكلم عنها، انه بالوقت اللي نشاهد هذه القوات الموجوده في بغداد تفتح الطريق امام انصار مقتدى الصدر، تدعمهم، حتى بعض اللقطات اظهرت انهم يقدمون لهم الطعام والشراب. طيب بالضبط، وشنو ذولا اللي ظهروا في 2019؟ طيب اليوم مقتدى الصدر تحدث وقال بانه ما نريد نفوت الفرصه الذهبيه مثل ما صار ب 2016، وتلك كانت فرصة ذهبية وما أدري شنو. طيب 2019 وثورة تشرين التي دعت إلى إسقاط هذا النظام، حل البرلمان، إنهاء العمل بهذا الدستور، ألم تكن فرصة ذهبية فعلا لتدعم؟ لماذا سلط القبعات الزرق وأدواته الإعلامية لكيل التهم والاعتداء على المتظاهرين، وكان بصف من قمعوا ثوار تشرين؟ شو أستاذ الكريم اللي جاي يصير اليوم، نعم، هو أقصى الشخص لآخر، لا أكثر ولا أقل. هي مشكلة بين مقتدى وبين المالكي. هي هذه مشكلة، وإحنا الشعب العراقي راح يصير يعني مع احترام وتقدير التيار الصدري، هم جزء من أبناء الشعب العراقي. لكن هم للأسف يعني يمشون مثل العميان ورا مقتدى الصدري. شو يقول لهم؟ روحوا سووا. طيب باكر إذا جو الإطار ومسلحين وأنتم مسلحين، من اللي يموت؟ يموت مقتدى؟ يموت المالكي؟ بس الشعب العراقي اللي يموت.
مثل ما صار بداعش، هم نفس الشيء، هم راحوا قاعدين في واحد لبس بدلة عسكرية وقاعد بالبرلمان، والعراقيين هم اللي حاربوا وماتوا. لذلك اليوم هو صراع منه واحد يقصي واحد، لكن احنا نقول اللهم اضرب الظالمين ضد الظالمين واخرجنا منهم سالمين ان شاء الله. طيب شكرا سيد ابو علي من واسط، انا اشكر حضرتك. ويانا السيد ابو احمد من الرمادي، تفضل يا ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي العزيز، بالنسبه للموضوع اللي يحصل حاليا في العراق، موضوع يعني مو خطر وانما اكثر من خطر، وعلى المحك. العراق متوجه الى حرب شوارع، والبدايه راح تبدي من يوم غد. يعني انا كرايي، يعني انا احكي لك يعني كموقف اللي جاي يصير. الموقف حاليا اللي جاي يصير في العراق هو صارت حطت انتخابات الشهر العاشر اللي بال 2021. نعم. الانتخابات حسب قولهم انه نزيه وما نزيه، انتخابات اصلا يعني تعرف انت موضوعها شنو. طيب. على كل حال الصدر راضي يشكل حكومه مع تحالف مع قوى اخرى السنيه والكرديه، لكن ما حصل العدد اللي هو يكمل تشكيل حكومه. نعم. بعدين انسحب، انسحابه كان تخطيط. طبعا هو هذا الامر اللي يحصل حاليا بالعراق هو تخطيط تنظيم خارجي محاك له من فتره، واحنا طبعا احنا متابعين الموضوع، متابع الموضوع اكثر من مره، انا متابع القنوات كلها، متابع المحللين، واللي دا اشوفه العراق مقبل على يعني ثوره، نعم ثوره موجوده، لكن اللي صار التنسيقي اللي رادي يشكل حكومه ما قدر. سبق الامر قبل تشكيل الحكومه واعتراف بها من قبل دول او اتحاد اوروبي او متحده. طيب. سبق الامر ضرب المنطقه الخضراء بالمتظاهرين حاليا، واليوم انت شفت الخطاب ماله، ليش اليوم الصبح طلبوا حوار، هادي العامل يطلب حوار، المالك يطلب حوار. الكل الموجودين الشله الفاسده الموجوده، الكل سنه ولا شيعة ولا كرد، طلبوا الحوار، عرفوا الامر منتهي، فطلبوا الحوار لعل انه مغتسل الصدر يراجع نفسه ويتراجع. هسه هم عبروا مرحله الحوار دي يحشدون. نعم. لانه يصفوه بالانقلاب المشبوه. الاطار التنسيقي اصدر. نعم. بيان قبل شويه ودعا انصاره الى التظاهر يوم غد في ساحه المنطقه الخضراء ضد ما وصفوه بالانقلاب المشبوه. هسه بعيدا عن هاي الجزئيه، بس انا اريد اتكلم بجزئيه تتعلق بمقطع اليوم اللي عرضناه اللي هو الازدواجيه بالتعامل. يعني ليش يتساءل مواطن عراقي خرج بتظاهرات سابقا وتعرض الى قمع واعتدي عليه من قبل القوات الحكوميه، انه ليش اني لما اتظاهر للمطالبه باسقاط النظام، باصلاح الوضع في العراق، بانهاء وجود الفساد والميليشيات، اقمع من قبل القوات الحكوميه، ونفس هذه القوات تحمي وتؤمن طريق وتفتح طريق لمتظاهري مقتدى الصدر. لشنو هالازدواجيه بالتعامل؟ الازدواجيه اخي العزيز، طبعا انا جايك لهذا الامر. الازدواجيه انت تعرف كل القوى السياسيه الموجوده بالعراق. نعم. لها عندها ميليشيات وعندها قوات امنيه، يعني تدري انت تعرف كل ميليشيا وكل حزب عنده بالقوات الامنيه زاج كذا عدد كذا شخص، استخبارات وامن الشرطه وجيش. نعم. ذولا كلهم تابعين للقوى السياسيه. تعرف انت بزمن التظاهرات اللي التشريني اللي صارت ليش انضربت؟ اول من ضربهم هم الصدرين القبعات الزرق، تذكر هذا الامر. القبعات الزرق هم اللي قمعوا التظاهرات التشرينيه. يعني كانوا حتى لا فقط ان يكون الحديث عليهم، هو كانوا جزء من القامعين. يعني نعم هو عندما اتكلم هذا الامر. نعم. ليش؟ لانه كان ببالهم وفكرهم وبعقلهم انه هم راح يستلمون الحكم، وكان انه يريد يبرزون قوتهم بالشارع او يظهرون قوتهم بالشارع وراد يسيطرون على الشارع، لكن حصل اللي حصل هسه حاليا ويقمعونهم. طبعا يقمعونهم حاليا، تدري انت اني قوه ميليشياويه، عندي جيش يسمونه سرايا السلام، واقدر اذا ما تفتح لي الباب او تفتح لي المنطقه الخضراء راح اجيب لي سرايا السلام. شوف انت معاني شعب ما عندي ظهر، انا جاي بورقه او بعلم، ورقه وعلم، اريد اغير تغيير نظام سياسي فاسد،
ما عنده ظهر. الجيش ضدك، الشرطة ضدك، العالم كله. ليش؟ لأنه كلهم تابعين القوات الأمنية اللي موجودة داخل المنطقة الخضراء أو اللي حول المنطقة الخضراء أو داخل بغداد، كلها طيب. تابعة للميليشيات. شكرا سيد أبو أحمد. نعم وصلت فكرة حضرتك، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا أبو علي من البصرة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز. نعم. طبعاً إحنا شاهدنا مظاهرات تشرين. موصوا المنطقة الخضراء وحقيقة أعطوا كثير من الضحايا. نعم. وكان الطرف الثالث اللي يقتل بيهم، اللي حقيقة سابقاً إحنا ما طرقنا باسمه. هو بعد إن شاء الله واضح أمامك، هو جماعة التيار اللي كان يفك في تشرين، وفكوا في تشرين عرفت شلون، أعطوا ضحايا أكثر من 800 وما خلوا تشرين يدخلون في مدينة الخضراء. يعني شلون اليوم التيار الصدري يدخل المدينة الخضراء أقل من ساعة؟ أنا أقول لك اليوم مقتدى الصدر حقيقة لا يريد إطاحة الكاظمي، لأن مقتدى الصدر مستفاد من الكاظمي، مقتدى الصدر ما يتخلى من الكاظمي. أكو اتفاقية بين الكاظمي ومقتدى الصدر. هذا باتجاه. الاتجاه الثاني، أنا طبعا أشاهد اللي موجودين في غرفة البرلمان رجال ولا نساء، أنا دفاعا في شخص فلان أو فلان. يعني يقولون نريد إعدام نوري المالكي، نور المالكي مجرم، نور المالكي هيجي. بابا مو هيك الكلام يا أنصار مقتدئ، أنتم أنصار مقتدئ والمالكي أدى أنصار. اليوم كل قيادي موجود سني شيعي كردي، كل من أدى أنصاره، من المستحيل أنتم توصلون للمالكي وتقتلونه. يعني تصير حرب أهلية من هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني يا سيد محمد، طيب هم اللي يقولون المالكي والمالكي كفلنا جوع. زي نفسه خلنا نحكي بحكومة الكاظمي. الكاظمي بحكومته صعد الورق يا أخي، صعد الورق. سيد أبو علي، يعني بس سؤال، يعني هل تتفق مع أن نور المالكي، وهذا بحديث كثيرين سواء كانوا مواطن بسيط أو كان على مستوى محللين أكاديميين سياسيين، وصفوا حقبة المالكي بأنها أسوأ حقبة في تاريخ العراق الحديث، هل تنكر هذا الكلام؟ أستاذ محمد، اليوم المواطن العراقي كل من وعنده تحليل، كل من عنده وجهة نظر. طيب. أنا بالنسبة أشوف المالكي زين، أنت تشوفه مثلا لو نفرض مو زين، فلان يشوفه مو زين، اليوم كل من وتحليله. طيب. هذا اللي موجود عندنا بالساحة العراقية يا أخي. بس المالكي حقيقة هو في حكمه، يعني حكم سنوات، رجل كان أكو عمل يا أخي، أكو شغل، أكو رخص. شوف سيد أبو علي، إحنا اليوم نتكلم بأرقام، عوفك من الكلام الإنشائي، خلينا نتكلم بأرقام. المحافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي، وهو محافظ بنك مركزي على مستوى مسؤول، يعني مو على طبعا بمنصب يعني وزير تقريبا، على مستوى أنه لما تحدث وقال بأنه ما أهدر وسرق في زمن نوري المالكي يكفي لبناء وطن جديد يتسع لثلاثين مليون مواطن، هذا الكلام هذا مو كلام مواطن عراقي بسيط أو كلام إنسان دي يمشي بالشارع، هذا كلام واحد على اطلاع على خزينة الدولة، على الأموال التي أهدرت، على الأموال التي سرقت. هذا الكلام ما يقول لك أنه المالكي في زمنه حدثت السرقات والفساد ونهب العراق بمبالغ خيالية. أستاذ محمد، يعني أنت لو طبعا عندك شوية معلومة موجودة في حكومة الكاظمي، حقيقة أكو شيء أتوقع أنا ما واصل لك. أنت تدري أكو أموال عندك سرقت، وسرقات نفط وتهريب نفط لكيان الإسرائيلي أو غير كيان الإسرائيلي أكثر في حكومة المالكي، في حكومة الكاظمي. عندك علم يجي؟ من قال لك أني أبرئ الكاظمي؟ من قال لك أني أبرئ الكاظمي؟ أنا أتحدث عن حكومات ما بعد الاحتلال بكل الأسماء التي جاءت. اليوم إحنا بعد 19 سنة من حكم العراق، كل اللي حكمه وإن كان العلاوي، الجعفري، المالكي، العبادي، عادل عبد المهدي والكاظمي، هاي الشخصيات اللي حكمت. إحنا ما نبرأ أحد، إحنا دا نسأل ونقول بـ 2022 وإحنا بعد 19 سنة من حكم هؤلاء، شنو اللي تحقق لهذا البلد؟ شنو اللي تقدم من خدمات ومن أعمار؟
استاذ محمد فضل. استاذ محمد خلينا نكون واقعيين شاهد الله ورسوله خلينا نكون واقعيين يا اخي حتى لو اكو سرقات خليها سرقات يا اخي بس البلد اكو كان في بناء اكو موجود شنو البناء ممكن ممكن بس ممكن سيد ابو علي حتى بس ننطي فرصة لبقية الإخوة المتصلين ممكن سؤال لو سمحت شنو نوعية البناء الذي تم في حقبة كل من حكم العراق شنو نوعية البناء شنو البناء اللي صار بزمن المالكي بالله شوف شوف أكو مدارس انبنت أكو مستشفيات أكو شوارع تبلغت أكو مشاريع كثيرة عرفت شلون في حكومة المالكي أنا بعد طبعا عندي أريدك تسمح لي شوية طيب خل نتحول من الموضوع أستاذ محمد تمام بس باختصار لانه حتى ننتقل انا 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 اشير على نقطه مهمه كلش هي يعني انا اليوم انا متصل على مونة اي هذول اللي طالبون باحكام المالكي بالاسلام ليش ما يطالبون بمحكمه مقتدى الصدر اللي قتل ابن السيد الخوئي اللي قتل شباب السنه ورا السده اللي قتل الرفاق اللي قتل الشباب اللي قتل البنات الابرياء بنات المدارس ليش ما نحاكم مقتدى طيب ليش ما سؤال اختم وياك ليش ما نقول اذا اكو عراقي وطني يخاف على بلده ويريد بلده يكون افضل ليش ما نقول انه يجب محاكمه كل من كانوا في العمليه السياسيه وحكموا العراق ليش ما نقول هيك وياك ما اختلف الاخطاء حتى المفروض يتحاكم بس طيب. هذا اكون مجرم تمام انا اكتفي ويا حضرتك بهذا القدر لانه للاسف لو وقت الحلقه يتسع لذكرنا بالاحداث وبالارقام الجرائم التي ارتكبها نوري المالكي والجرائم التي ارتكبها مقتدى الصدر وبقيه من حكموا العراق ليست تبرئه لاحد احنا اليوم ما فاتحين ما مبلشين الحلقه حتى نبرئ احد ونهجم على احد الفكره بان من يحكمون العراق هؤلاء اليوم اللي يطلعون بتظاهرات من أتباع الصدر ويقولون بأنه نريد نلغي الدستور ونحل البرلمان وكذا هؤلاء ألا يجب أن يتم محاكمتهم أقصد التيار الصدري ومقتدى الصدر على ما اقترفوه من انتهاكات ضد أبناء الشعب وكذلك بقية الأحزاب وبقية من حكموا العراق ألا يجب أن تتم محاكمتهم أنت اليوم ده تقول لي في زمن المالكي صارت المدارس وكذا وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم تتحدث عن حاجتها إلى 20,000 مدرسة وهذه الدعوات كانت من زمن المالكي هناك دعوات باستمرار لبناء مدارس ولبناء بنى تحتية والمنظومة التعليمية فاشلة وغياب للخدمات الطرقات وغيرها وين الإعمار وين المدارس اللي بنيت في زمن المالكي عموما أبو عبد الله من صلاح الدين تفضل يا أبو عبد الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا أستاذ محمد حياك الله ابو عبد الله اهلا وسهلا. استاذ انت تدور بناء وتدور اعمار من 2003 وجاي. من 2003 وجاي ماكو اعمار كله تفليش تفليش بنى تحتيه زراعه صناعه تدريس كلها هم طيب. ما قبل الاسلام. نعم انا بس اريد ننتقل بس اريد نعبر هاي الجزئيه لان كنت ارد بها على السيد ابو علي احنا اليوم موضوعنا خلينا نتحدث عن بيان مقتدى الصدر الاخير اللي يدعو به العراقيين والعشائر والأجهزة الأمنية وحتى الحشد أنهم ينضمون إلى في سبيل السيطرة على هذا النظام وإنقاذ العراق من الفساد والفاسدين وحل الدستور وغيرها من هذه الأمور السؤال هو أنه مقتدى الصدر هل يستحق أن ينضم إليه أبناء الشعب اللي يعانون من الفساد واللي هو كان جزء من هذا الفساد زين تفيدني انضم عليه خذ هو امي شلون؟ شلون؟ ابو عبد الله ما سمعتك عيد لو سمحت يعني يريد ينضم تفيدني انا انضم عليه او الشعب ينضم عليه هو هو يدعو الى هذا الشيء يقول بانه هاي الفرصه الذهبيه فرصه 2016 اللي قعد بها بالخيمه بالمنطقه الخضراء هاي الفرصه فوتناها فما نريد نفوت هاي الفرصة لا هاي مو فرصة لا 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 مو فوتنا أستاذ محمد لا عاد هاي بكم متر مكعب أخذ مال فلوس دولار ها نعم 10 متر مكعب دولار طلع طيب زين وين وهاي نفس الحالة هسه هاي العملية هاي ماكو شوف العالم بالبرلمان تهوش تسوي وهم راح ياخذ فلوس وتجي حصة يابس يمه والعالم حش السامع ترهب مرض نعم وهذا الضابط طلع من يضرب المدني هو هذا ضابط لو مرجله برا يقدر يحكي للمدني؟
لان الرتبه مالته حقيقيه لو لزق دمج. نعم شدونا الرتبه هيك ماكو. طيب. تعال نتصل ضابط اكو شيء برايك سيد ابو عبد الله، اليوم الاطار التنسيقي لما نزل ببيان يقول بانه يجب التحشيد للوقوف ضد الانقلاب المشبوه، هل تعتقد بان مقتدى الصدر اليوم ده يسوي انقلاب على العمليه السياسيه؟ لا ما بكل انقلاب. لا لان استاذ العزيز، استاذ العزيز نعم انا شفت داعش اخوه. طيب يعني جبال حمرين بها 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 الابار مال النفط، سالت واحد طب هو طريق واحد يطب عليه منفذ واحد عليه يقول نص لنا ونص لهم. المن النص الثاني؟ النص الثاني للحشد. للحشد نعم. للحشد. كانت يوم انت تشيل وثاني يوم انا اشيل. انت تشيل سياراتك تشيل نفط وبعدين انا اشيل نفط. يعني انت تقول انه مقتدى ما دا يسوي انقلاب على العمليه السياسيه، لا عاد ايش دا يسوي؟ لا عايش بس لعبه ياخذ فلوس يمشي. ياخذ فلوس ويمشي. شكرا صحيح. نعم شكرا ابو عبد الله من صلاح الدين، اشكر حضرتك. محمد من حلبجه تفضل يا محمد. السيد محمد من حلبجه فقدنا. طيب ويانا السيد احمد من تركيا تفضل يا احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد حياك الله سيد احمد. استاذ محمد يعني هذا المظاهرات وهذا اللي هوسل هسه حاليا موجود بيها يعني حقيقه خلينا نحكي بها يعني لا حد يزعل من احد، واحنا الناس سنه ونحب الشيعه يعني اخوان ماكو فرق بين سني وشيعي، احنا اخوان بلد واحد يعني رجاء يعني كافه التمثيليات يعني التمثيليات يعني هذا دا نشوفه يعني ما اعرف شلون عبره يعني مالكي مش شايل السلاح كان رامبو بالشوارع دا يفتر. على منو الشايل؟ على منو الشايل؟ هو دا يهدد بالتهديد صوت عنده 20,000 مقاتل عنده زين ماشي على عينه وعلى الراس، ضربته بوكته سويته جيش سويته مشاكل يا بس صدام حسين مو خوش ادمي افتهمنا، بس انت تصير خوش ادمي، انت تصير خوش ادمي تمام. يطلع زامل الاخ الصدري مع المتظاهرين يقول هو زامل حاكم الزاملي هو دمر الفقير ودمر المتقاعدين، دمر المتقاعد اللي يستلم 300 تعال شوف ولده، احنا ما نريد نحكي بالتفاصيل بس مع الاسف يعني يخلون يجرجرون سيد مقتدى الصدر في سبيل وقوف بهالمسائل يعني. طيب انت شنو رايك باللي دي يسويه مقتدى الصدر اليوم؟ والله هذا الراي بس يكون للاخير، اخي مو ثلاث ايام سلام عليكم ان شاء الله كل ما توالت وراح، لا للاخير. طيب مقتدى الصدر هل هو جدير انه يقود انقلاب ضد العمليه السياسيه؟ والله ليش لا عمي، ليش لا؟ شنو السوابق اللي تشفع له بهذا الموضوع؟ يعني كل ما سبق هو عمليه غدر للناس، عملية انقلاب على الناس اللي وثقوا بيه بال 2016 وصدقوا انه ربما مقتدى الصدر ممكن انه يغير، انقلب على الناس، غدر بالعالم، خدرهم وبعدين يعني احبطهم بردود افعاله، انه هذا الشخص اللي هو كان طرف بالعملية السياسية وطرف بكل اللي صار بالعراق، هل معقولة بانه هذا جدير بانه هو اليوم يثق به المواطن حتى يغير؟ والله استاذ محمد شوف اقول لك شو واحد، اذا مو جدير يعني هذا هؤلاء الناس طالعين هسه حاليا موجودين بالبرلمان يعني مو محبه يعني خلينا نكون واقعيين مو محبه بمقتدى الصدر او ما بيسوي او ماذا بيسوي هسه حاليا. نعم. اسمح لي اخي، هذا الشعب هسه طالع قاعد بالبرلمان يدافع عن حقوقه، ما يدافع عن مقتدى الصدر. مقتدى الصدر رجل صحيح يشجع يهدف يعني اللي الصلاح، بس هذا مو صح اخي. طيب الناس اللي طلعت بمطالب سابقه طالب بحقها ولليوم اكو ناس تخرج في محافظات عراقيه طالب بحقها، ذولا ليش ما نقول عليهم انه يجب ان يسمع صوتهم ويجب ان يحترم شعارهم ويجب ان تلبى مطالبهم؟ ليش اللي موجودين اليوم بالبرلمان من اتباع مقتدى الصدر هم اللي فقط يجب ان يحترم قرارهم ومطالبهم يجب ان تنفذ؟ تمام استاذ صحيح، هذا موضوع يعني كلش حلو يعني طرحته، عاشت ايدك على السؤال استاذ عزيز. الشمال
بيد الكران، لا تقول لي ولا اقول لك زين. من 2017 لحد اليوم بيد اخواننا الشيعه لا. ان كان مقتدر، ان كان تنسيق، ان كان نصر، اي واحد حاليا. طيب. الشمال نصر تقريبا بالشيعه. طيب. امنا بالله من كان اكراد موجود ماكو كان امان، واحد يحكي الصراحه. هسه صار امان عندنا، تمام، هذا وحده. ثاني شيء الجنوب، نجي على الجنوب، يعني يا اخي العزيز، يا اخي العزيز، انا من اقول انا عراقي لازم اني ما اقول اني كردي، اني شيعي، اني عربي، اني تركماني، اني يزيدي. طيب. لازم اقول عراقي محروق دمي، يعني يطلعون مريه يعني يدفع يدعي ربه الله ينتقم من حكومه، هو لو الله ينتقم من حكومه صحيح 30 سنه صدام حسين سوى بالعالم، بس هناك اخي كانكو امان، يعني تنطلع عالم عايف شغله، رئاسه برلمان، برلمان ما مو مال احد، مال الشعب صحيح، امنتوا بالله، بس اخي العزيز انتوا هسه حاليا موجودين بيتعاركون على محمد عايش السوداني، اياب هسه عفو، هسه اذا هو تنسيق يريد يطلع يطلع نفسه من مخرج من هذا المأساة حاليا، المفروض المفروض يقعدون بطاوله واحده مثل ما سوى بالسابق. طيب. توزعون الكيك مثل ما قال على نصيف، وزعنا الكيك والملح. طيب. حصه، يعني مع الاسف هذا الشعب. شكرا شكرا سيد احمد من تركيا، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. بالنهايه هذا الكلام كله الشعب ما مستفاد منه بشيء. محمد من حلبجه تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا با اول مره اسلم على ابو محمد. الله يسلمك. تفضل يا سيد محمد. مقتدى سدل سلم على من حلبجه الى بغداد. تسلم على مقتدى؟ السلام على جماعه مقتدى سدل. اريد من عندكم يا الله اول مره الله نعم شهر العاشوراء شهر الامام حسين عليه السلام. يا ابن مالكي ادي خزعلي هذول المجرمين من 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 دم عشانين من دم الشعب العراقي. سيد محمد تعتقد سيد محمد تعتقد انه مقتدى الصدر مقتدى الصدر يقدر رحمة على والديكم يا طيب لا مالكي ولا هادي عامري ولا خزعلي هذول العملاء هذول يبيعون الشعب العراقي يبيعون تراب العراق. نعم. طيب شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيد محمد من حلبجه. ويانا محمد من كربلاء تفضل يا محمد. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم استاذنا العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا العزيز نحن نتمنى هاي المظاهرات نعم لوحده الشعب ان شاء الله. وتنسيق نعم. الامور يعني احنا ما نريد دم وقتل، شلون ذيك المظاهرات اللي راحت السابقه اللي راحت فيها شباب وضحايا. طيب. نتمنى الحكومه الصالحه، الحكومه الزينه للشعب العراقي. ونريد اول احنا شنو نريد اهم شيء برايك سيد محمد، يعني اليوم اللي دا يسويه مقتدى الصدر طبعا خطير، يعني يكلف بس اسمح لي خلي اكمل سؤالي لو سمحت. اللي دا يسويه اليوم مقتدى الصدر موضوع خطير قد يكلف حتى حياته اذا كان دا يتصرف لوحده بدون اراده دوليه. هل تعتقد بانه اليوم اللي دا يسويه مقتدى مدعوم دوليا هذا الموضوع، انه اكو غطاء دولي، اكو دعم، لا لا انه دا يسوي هذا الشيء؟ لا 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 عنده ضوء اخضر. الشعب داعمه، مقتدى الصدر جاي يدافع لنا وجاي يدافع للشعب. بصوت انها الحكومه الدعم العزيز، هاي الحكومه يعني مدتها مرت مقتدى. لكن يا سيد محمد من كربلاء، سيد محمد مقتدى الصدر هو يقول، هو قال بعظمه لسانه سابقا انه اني لولا 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 موافقتي لما تشكلت اي حكومه في العراق من 2005 في لقاء تلفزيوني على قناه عراقيه. هذا الكلام هو خرج من لسانه، الا يعني هذا الكلام الا يعني انه هو طرف بكل الفساد والمصائب اللي صارت بالعراق باعتبار انه لولا مقتدى لما تشكلت الحكومات؟ ما قول الصوت سؤالك صوت مستعمل واضح شلون؟ عفوا صوتك مستعمل واضح سؤالك هسه واضح الصوت واضح الصوت هسه اي هسه الصوت واضح. بدي اقول لك انه اليوم شلون الناس تقدر تثق بمقتدى
وهو اللي قال سابقا بعظمة لسانه في لقاء تلفزيوني أنه لولا موافقته لما تشكلت حكومة في العراق من 2005، يعني أنه هو طرف بكل الحكومات اللي صارت اللي بيها الفساد وبيها السرقات والانتهاكات وغيرها. هذا الشيء ما يدينا، ما يخلي الناس تخاف تأمن به. لا ليش ان اشكر النبي ورجل سياسي صالح، يعني رجل تعب وجاهد وكافح من ابو الله يرحمه كافح. ليش لعد حط ايده بيد الفاسدين من 2005؟ من يقول حط لي بيد؟ هو الذي قال بانه اني وافقت على الحكومه يلا تشكلت. لا تابع الجهاز هذا مفبرك. شوف سيد محمد من كربلاء، اللقاء موجود على قناة الشرقية. اسمح لي اللقاء موجود على قناة الشرقية وأجراء مقتدى الصدر. وروح ارجع لليوتيوب. أنا بس أريد أسأل سؤال، إنه اليوم الناس اللي أمنت بي بال 2016 وانقلب عليهم، واللي خرجوا بتظاهرات وقمعهم، وهو كان عنده وزارات ونواب برلمانيين وما قدم شيء للشعب، هل هو جدير بأن الناس تثق به حتى يسوي تغيير بالعملية السياسية؟ نعم تثق به الناس ويسوي. طيب أنا أشكر حضرتك سيد محمد من كربلاء، شكرا جزيلا. يبقى السؤال قائم مشاهدينا الكرام، ما رأيكم بما يحدث من قبل مقتدى الصدر؟ هل هو يقوم بعمل انقلاب على العملية السياسية؟ هل هذا الانقلاب جاء بموافقات دولية؟ هل عنده ضوء أخضر؟ هل إيران ستسمح بأن يخرج العراق من تحت عباءتها ويذهب إلى دول أخرى ربما؟ هل ما يقوم به الصدر فيه دعم دولي أمريكي ربما؟ هل هناك يعني عملية مدعومة أم ما يقوم به الصدر هو باجتهاد ذاتي؟ وبالتالي شنو المشهد المحتمل اللي ممكن يصير، خاصة أن الإطار التنسيقي هسه قبل شوية دعا أنصاره إلى الاحتشاد يوم غد أمام المنطقة الخضراء على أسوار المنطقة الخضراء ضد ما وصفه بالانقلاب المشبوه، يعني مرحلة العقلانية ولغة الحوار اللي كانوا يتحدثون بها الإطار التنسيقي بهذا البيان الأخير اللي صدر قبل شوية انتهى خلاص. الآن اللغة لغة أخرى، احتشاد للوقوف ضد الانقلاب. هل ما يقوم به مقتدى الصدر الآن انقلاب؟ أبو محمد من ديالة، تفضل يا أبو محمد. حياك الله أبو محمد. أول مرة. أهلاً وسهلاً. برنامج. أهلاً وسهلاً، تفضل. أبو محمد من ديالة. موجود يا أخي، بس صوتك يقطع. أنا صوتك دا أسمعه، هسه تسمعني واضح؟ أسمعك واضح. يلا، تفضل، حياك الله. والله مثال الله أني أنت محمد. أخي العزيز، هو مقتدى الصدر هو يغلط أغلاط، بلشت الله يعني رجع الطريق الصحيح. طيب تتوقع أنه اليوم اللي دا يصير بالعراق سيد أبو محمد، اليوم اللي دا يصير بالعراق برأيك أنه عملية سحب البساط من تحت إيران وأتباعها من قبل أمريكا، يعني الموضوع ربما ذراع أمريكي بالموضوع، انه اليوم كافي حكم ايران، خلونا نجرب شيء جديد. طبعا اخي العزيز، دمروا العالم ايران، انت ما تعرف بالعراق الثاني، انت متابع دياله ومتابع المحافظات الغربيه والمحافظه الشماليه. نعم. طيب اللي عندهم سلاح اليوم بالعراق، الاطار التنسيقي يضم الميليشيات الموجوده، برايك حيوافقون ان هم يتنازلون عن هذه المليارات، عن المناصب، عن السلاح، الحكم، المقتدى، بدون ما يصير اكو اشتباكات وقتال شوارع؟ طبعا يصير قتال شوارع، شلون يصير؟ ان شاء الله الصدر ما ينطيها. طيب شكرا ابو محمد من ديالة. ويانا احمد من لندن، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. حياك الله اخي، شلون الصحه؟ اهلا وسهلا. قناه الرافدين والبرنامج الأخبار. الله يسلمك، حياك، تفضل. الله يسلمك. طبعا احنا العراقيين نحكي مبدأ المؤامرة. هي ماكو مؤامرة. شعب ينتظر خدمات. نعم. جوعان. نعم.
يريد تبليغ، يريد حق الشعب يدور، مو بس يعني سيد مقتدى قال كلمة الحق، رجل قال كلمة الحق، يعني يقول حق يعني هذا ظالم. لا طبعا اللي يقول حق مو ظالم، لكن اليوم هو لما قال احنا خرجنا لمحاربة الفاسدين، من هم الفاسدين؟ من هم الفاسدين اللي يقصدهم خاصة وان التيار الصدري ضمن المتهمين بالفساد في حكومات ما بعد الاحتلال؟ نعم نعم، اقول لك احنا الشعب ترى العراقي صار ذكي، يعرف الفاسد، يعرف وين راحت الاموال، يعرف وين هدر صار بالمال العام، يعرف الرأس يعني رد اقول يعني فت كلمه بس برنامجكم شويه احنا على الهواء ما اقدر اقولها، يعرف انه هذا الشخص فاسد سارق، ما يهم العراق، العراق ترى كبير، ذولا ما يعرفون قيمه العراق، العراق منطقه استراتيجيه وما ادري ايش رحلت عن العراق، العراق تتغنى بدول على حضارته وعلى كل شيء. اليوم العراقي هذا الذكي، طلع مظاهرة ونزل بالبرلمان ليقول كلمته. طيب السيد أحمد، الإطار التنسيقي مثل ما شفت حضرتك خرج ببيان يقول بأنه هذا انقلاب مشبوه، برأيك شنو تتوقع المرحلة القادمة ممكن تصير بين الإطار وبين التيار في ظل هاي البيانات اللي صدرت من مقتدى الصدر اللي دعا بها إلى إنهاء حكم الفاسدين، إلى إنهاء العمل بهذا الدستور، إلى حل البرلمان، إلى دعوة للشعب أنه يؤيد بما يفعل العشائر الأجهزة الأمنية، في المقابل هناك تحشيد أيضا من الإطار التنسيقي يريدون يوقفون ضد ما يسموه بسرقة السلطة والتفرد بالسلطة والانقلاب المشبوه، شنو تعليقك وبرأيك شنو اللي ممكن يحدث بين هاتين الجهتين؟ والله الجهتين يعني برأيي عندي رأي واحد، ما يصير اثنين، الرأي يعني العراق بحكمه الآن يعني فئة ضالة سياسيا وضالة أدبيا وضالة اجتماعيا، يعني ماذا نعرف القانون الدستوري، عندنا دستور، عندنا مؤسسات، عندنا ما نحتكم لأي شيء، نحتكم الأشخاص. الشخص هذا قال يعني ما أريد بطلوا، طلع هاي مو سياسة يا راك، هاي مو سياسة، أكو أشياء، ثوابت، كل دول بها ثوابت، يعني القانون يقول لك انتخابات، هاي الديمقراطية اللي جتي بال 2003 يعني فتحت مجال للديمقراطية، إنه المواطن العراقي انتخب المواطن العراقي، هناك طلع فئة خسرت وفئة ربحت، يعني حتى كرة القدم الدنيا هاي نكسب بيها ونخسر بيها، صح لو لا؟ اليوم برأيك اللي دي يصير، خاصة بالبيان الأخير للصدر اللي قال بيه إنه اللي اعترضوا على الانتخابات لو كانت جاية لمصلحتهم ما كان قالوا هاي انتخابات مزورة، كان قالوا هاي أحسن انتخابات نزيهة ومستقلة، لكن لما صارت النتيجة ضدهم صارت هذه انتخابات مزورة وانتخابات تم التلاعب بها. هل تعتقد بأن هذه الخطابات اليوم اللي بدها تطلع من الصدر ومن التيار تعلن نهاية العلاقة ما بين هذه الجهات؟ أخي هاي مو التيار، أخي هاي كلمة الشعب، كلمة المواطن، كلمة الفقير، هاي يعني الفقير المواطن لا ميزانية مقررة، لا هذا الشعب يا أخي. طيب شكرا سيد أحمد من لندن، أنا أشكر حضرتك ويانا أبو طيبة من ميسان فيما تبقى من وقت، تفضل يا أبو طيبة. سيد أبو طيبة أخي. حياك الله. حياك الله أستاذ، شلونك؟ أهلا وسهلا. أنت قاعد تسأل أستاذ سؤالات علي على السيد مقتدى الصدر أنه طلع اليوم، مو هي أستاذ؟ نعم، وهاي ما هي دا، هي الناس طلعت
خلينا نقول من جوعها من المريض اللي يطيح عنده بالبيت راد شبكة حماية يمكن الدينار الإطار اللي قاعد يحكم بينا من 19 سنة برأيك الإطار التنسيقي اللي قال اليوم هذا انقلاب مشبوه على الحكم، هذا تفرد بالسلطة، هذا محاولة سرقة الحكم، برأيك يمكن يعوفون الموضوع يمر بسلام مثل ما يريد مقتدى لو حيكون اكو تصرف آخر من الإطار؟ من الأخير أقول لك يا أستاذ الشعب نعم فكت قيوده انتهت بعد أنا ابني لما ما يجي لي تعال اعطيني ألف بابا اعطيني ألف وأنا ما بجيبي راتبي 175 ألف نعم منين أجيب لي؟ طيب لا أبوي أكتر بالشارع. سيد أبو طيبة أنا أشكر حضرتك وأعتذر منك طبعا لأن الوقت انتهى، عندنا نص دقيقة فقط للسيد أحمد من النجف أو دقيقة يا أحمد، تفضل يا أحمد. أحمد من النجف تفضل حياك الله. موجود؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الرجل طلع قدامنا. نعم. قدامنا المفقود عانى كل إحنا. لازم إحنا شيعة وسنة وأكراد ما لك علاقة بهذا الرجل يحكي بالماديات وهذا. أي. هذا بلد منهار. نعم. أنت لا تقول لي مقتدى الصدر شيعي ومقتدى لا الموضوع ما له علاقة بالطائفة، احنا احكي لي بس باختصار احنا ما دعنا احكي بالطائفة. نعم. دعا السنة والأكراد وكل طوائف الشعب. طيب. البلد معرض بالانهيار، البلد رايح لغير مكان. يا اخوان اطلعوا وراء هذا الرجل. طيب. هذا شكراً. الرجل لا تعتبروه. شكرا سيد احمد بن النجف، نعم انا اعتذر منك لان الوقت انتهى. في الختام مشاهدينا الكرام أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء.